وافقت وزارة الزراعة على تصدير 250 طنا من محصول الطماطم إلى السعودية، وذكر بيان للوزارة أن التصدير سيتم عن طريق شركات القطاع الخاص، وأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر المتوفرة محليا من أجل حماية المنتج المحلي، فضلا عن الالتزام بالروزنامة التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لغرض تعظيم موارد الدولة والحد من تدني أسعاره في حالة زيادة الإنتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي.